السلام عليكم، يعطيكم العافية. راح أحكي بس كم كلمة مشان الجداد. هلأ نحن صرنا سنتين بقصة مقاربة السريريات، فأنا كل فترة ببدل بالأسلوب. آخر فترة عملنا إحصائية فلقينا هذا الأسلوب أخذ يعني النسبة الأعلى من الأصوات، اللي هو الأسلوب اللي هلأ حنعمله. كنت من قبل حط حالة سريرية من يعني جاهزة من اليو وورد أو الام ار سي بي أو إلى آخره، يعني أمبوس المتوفر، وبعدين الطلاب وتكون الخيارات موجودة وكل شيء يعني، وبعدين الطلاب هن يتناقشوا ينفوا أو يعني ينفوا الخيارات أو يثبتوا أحدها. بعدين لقينا أنه هذا الشيء يعني منيح إذا كنت أنا معتبر حالي طالب بفحص، بس إذا معتبر حالي طبيب بعيادة لأ هذا الشيء يعني أقل فائدة. فأنا هلأ بدي أعتبر حالي طالب بالستاج، تمام؟ أعتبر حالي أنا هلأ قاعد وجابوا لي حالة وعملوا لي تفضل قاربة. فمشان هيك تقريبا يعني السلايدات آخر شي رح أبعتها، غالبا آخر شي ممكن أبعت بعض الصور أثناء الجلسة، بس الأساس آخر شي ببعته. ويعني المحاضرة موجودة، المعلومات النظرية موجودة، بس هلأ رح تتنسخ بشكل أفضل. هلأ في أسئلة بنسألها إنه أنا فيني أحضر وأنا مثلا معلوماتي على الأد؟ إيه فيك تحضر، بس بيستفيد يلي مثلا دارس الفكرة من الناحية النظرية بيستفيد من جهة، وانت يلي ما عندك فكرة عن الموضوع بتستفيد من جهة تانية، يعني كل واحد بيستفيد من ناحية. هلا الشيء التقليدي انه الانسان يحل حالة او انه الطالب يحل حالة بعد ما يدرسها، بس لقوا انه العكس عطى نتيجة مثمرة اكثر، انه انا اخذ حالة بعدين ادرس المعلومة. ليش؟ لانه هلا انا اجي مثلا، ليش الطلاب كتير خايفة من هذا الفصل؟ بنفتح الفصل بالكتاب أو بنفتحه بالمحاضرة بنلاقي 50,000 مرض تحت بعض، كل واحد علاج وتشخيص، كل واحد وراء أعراض وعلاج وتشخيص. بفوق بيصل الطالب لآخر فقرة أو لنص المحاضرة وهو ما له عرفان حاله على شو كان عم يحكي. فمشان هيك طريقة المقاربة كتير بتساعد ينظم أفكاري. يعني أنا بحط حالي، تخيل هذا طبق المعلومات النظرية على هاي المريضة، ولما بدي أجي أدرس المحاضرة بصير الموضوع أسهل بمراحل، تمام؟ فحتى هلا يلي معي هن من فتره عرفانين شلون نشتغل، ما حدا يخجل من المشاركه، المشاركه كتير اساسيه جدا. يعني اوقات بيعرفوا الطلاب يلي كانوا يجوا، اوقات بيسال حدا سؤال كتير بخلينا نحكي معلومات وملاحظات مهمه. فيفضل يلي بيقدر يشارك لا يقصر، وما حدا يخجل يعني بنوب، ما اذا حدا خربط عادي جدا. هلا أعطي أنا المعلومات كأني أنا المريضة، أو أنا عم أروي لكم قصة المريضة وأنتم بدكم تسألوا الأسئلة، تمام؟ وأنا رح أوجه طريقة سير الجلسة. هلأ إجت امرأة لعندك عم تقلك ما في دورة، شو بنسأل؟ ما عم تجي هالدورة، هلا كمان شان هي قصة المشاركة، طلب التحدث هون أوقات يعني ما بيزبط، فتحملونا. أنا حاول يعني إيميل إلغاء الميكروفون من التليجرام مو مني يعني. تفضلوا. كيف ببدأ الاستجواب؟ عادي، أول شي نبدأ بالهوية. إذا حدا عم يحكي ما عم اسمع الصوت، تفضلي. لازم نسألها إنه هي أبداً ما جت الدورة ولا كانت جاي توقفت. حلو هذا الحكي، حلو. هلأ الكلام صحيح، بس أول شي الهوية. يعني هلأ أول شغلة بمقاربة انقطاع الطمس هي العمر، تمام؟ ليش؟ لحتى مثل ما قلتي كلامك صح 100%، بدي اعرف ايه اذا واصله للطاهي مثلا، تمام، بدي اعرف هذا اولي ولا ثانوي، تمام؟ يعني عليك هذا الاي الفكره بدي اياها. انا اول خطوه بمقاربه انقطاع الطمس هي اني احدد اولي ولا ثانوي، مشان هيك العمر كتير بيهمني. فبدايه هي المريضه عملت 32 سنه، وبالنسبه لسؤال دكتوره نور، ايه هي كان عندها دورات منتظمه. شو لازم اسال المريضه بالنسبه للدورات؟ تتذكروا الدروس الماضية؟ حلو هذا الحكي، متزوجة، تمام. هلا حاولوا انتو تكتبوا، شايكتلكم خلوا معكم ورقة وقلم ضروري كتير.
انتو تكتبوا، لانه يعني اول شيء التقنيات هون على التليجرام وهيك، ما لنا على الزوم نحن لحتى نكتب ونظبط وهيك، يعني الوضع صعب شوي على التليجرام. فشايفكم انتو اعتمدوا على حالكم. انا ممكن اصور لكم اخر شيء ملخص مكتوب، بس يعني حاولوا هلا انتو تكتبوا المعلومه. هلا بدايه بس حنوه لشغله، تتذكروا لما اخذنا مريض الخمجيه، مريض والاطفال والجلديه، هدول اكثر شيء ركزنا على خصوصياتهم. تذكروا انه قلنا كل مريض من دول المرضى له خصوصيات بالقصة. تذكرتوا هذا حكي بالخمجية، قلنا بيهمني قصة التعرض وقصة السفر وقصة التماس والى اخره هالامور. بالاطفال حكينا الخمس مع النقاط الخاصة بقصة الاطفال. بالجلدية نفس الشيء حكينا عن الميزات فيها. هون بالقصة النسائية شو الميزات او شو النقاط الاساسية او شو خصوصية المريضة النسائية، شو لازم اسألها؟ ممتاز، الطمس. تمام، ممتاز، الدورة الطمسية والحمول. معناتها عندي القصة التوليدية والقصة الطمسية. القصة الطمسية شو بسأل عنها؟ شو المعلومات اللي بتهمني بالقصة الطمسية؟ تمام، الانتظام، كمية دم الطمس، ومتى بدأ أول طمس. تمام، بتهمني هاي المعلومات ومدة كل دورة طمسية. تمام، قديش بتستمر؟ فبيهمني الطمس الأول أو بنسميه ميناراش إمتى إجا، هذا بيهمني أكثر بحالات الانقطاع البدئي. تمام، الأسئلة رح تختلف شوي بين بدئي وثانوي، فنحاول ننتبه. بيهمني الطمس الأول، بيهمني الغزارة والمدة. هلاي المريضة كان عندها دورات طمسية منتظمة كل 28 يوم، بتستمر 3 لـ 4 أيام، والنزف عندها معتدل مو زيادة، يعني ما عندها لا نزف شديد ولا إنه بنوب ما في. هاي معلوماتنا عنه. غيره شو ممكن نسأله؟ في سؤال كتير مهم، بأي شكوى؟ من امتى؟ ممتاز، من امتى؟ قال من 4 أشهر. من 4 أشهر آخر دورة شافتها، من 4 أشهر. شو ممكن أسأل؟ في قصة ولادة؟ ممتاز، رائع. هاي المريضة ولدت ابنها الآخراني، يعني عندها ولد 3 أولاد، هذا ابنها جابته من 4 أشهر، ومن بعد الولادة فورا ما في طمس، يعني ما صار معه ولا دورة طمسية بعد فترة النفاس. طيب عم ترضع؟ عم ترضع؟ لا، عم يعني شوي عم تعتمد بس أكتر على طب الحليب حدث الجاف. اسمه ايه، حدث عنده اختلاطات أثناء الولادة ممتاز، نفسية بهمني هذا كثير. الحكي. معناتها بخصوصية المريضة النسائية هي اني اسأل بعد القصة الطمسية، اسأل عن القصة التوليدية. شو بيهمني بالقصة التوليدية؟ عدد الولادات، عدد الاسقاطات. تمام، اي شيء صار مع، يعني حتى لو سقطت بالثلث الاول بيهمني هذا الامر. القصة التوليدية بالتفصيل، امتى ولدتك الولادة؟ تمام، نوع الولادة قيصرية ولا مهبلية؟ أين ولدت؟ يعني بالبيت ولا بالمشفى؟ هذا الشيء بيعطيني فكرة عن الناحية الاقتصادية أو الناحية الثقافية تبع المريضة. تمام، هل تلقت عناية بعد الولادة؟ تمام، احتاجت وسائل مساعدة مثل الملقط والمحجام. حلو، ولدت بالبيت أو المشفى، هي كتير مهمة القصة. ما تستقلوا فيها بنوب، يعني في مريضة كنت عم استجوبها، أنا هلا استاجة نسائية، ففي مريضة كنت عم استجوبها فقالت إنه هي الطفل توفى لأنه هي ولدت بالبيت وصار في يعني نقص أكسجين، صار في الحبل السري مثل كأنه صار مع انسداد السرور، هيك أنا فهمت منها، وبالتالي ما يعني ما قدروا يلحقوا الولاد لأنه كان ولادة بالمنزل. فكتير بتهمني قصة الولادة بالمنزل أو بالمشفى، خاصة بمجتمعنا. يعني تلقت عناية خلال فترة الحمل أم لا؟ ما ننسى بنوب هذا السؤال، العناية برينيتال نسميها، أو خلال فترة الولادة وخلال فترة ما حول الولادة وقبل فترة الحمل. تمام، يعني المريض الأم أو الفتاة من وقت التخطيط للزواج بده يكون في عناية بالتغذية وإلى آخره. فبتمني معناتها هي الأمور، وبتمني مثل ما ذكرت الدكتورة الاختلاطات، صار مع شيء اختلاطات عند الحمل أو عند الولادة، هذا الأمر بيهمني على مستوى القصة النسائية وحتى بالأطفال مثل ما بتتذكر. فمعناتها هي المريضة حمولة السابقة كان عندها ولدين طبيعي، ما في عندها أي مشاكل أو أي اختلاطات خلالهم، تلقت عناية، أمورها تمام، ولدت بالمشفى. هذا الولد الثالث
صار له 4 أشهر ولدانته، تمام، وبالمشفى، ولادة مهبلية، بس صار في معه نزف شديد، تمام، نزف شديد. شو ممكن تسألوا هون المريضة بعد ما قالت لكم صار معه نزف شديد؟ خاصة من مجتمعاتنا المريض ما لح يقول لك القصة كاملة. شو بتسأله أو شو امتى بتسأل؟ صارت؟ اذا جاء حليب او لا؟ قبل الحليب. امتى صارت نزف؟ ممتاز، هذا النزف صار بعد الولادة، يعني ولدت الطفل، ماشي، وصار معها حتى المشيمة تقريبا ولد جزء منها. هلا هون انا ما في مشكلة على استطباب او شو الشغلة يلي صارت معها، بس لنفرض انه هي المريضة قالت لك هيك. انا عم حاكيكي على مستوى الثقافي تبعنا، يعني هي المريضة ما رح تعرف هي ليش احتاجت لمثلا نقل دم. يعني هي المريضة بجوز اللي عندك عندنا هون بسوريا بمجتمعنا تقول لك انا والله بعد الولادة نقلوا لي دم، بتقومي انت بقى بدك تسحبي منها المعلومات سحب. اما مثلا المريضة الاجنبية ما رح تقول لك الكليشة كاملة، انه والله انا صار معي الاختلاط الفلاني ونقلوا لي دم وعملوا لي الاجراء الفلاني، عرفتي كيف؟ فانا مشان هيك عم اقول لك حاولي انك تبسطي المعلومة للمريضة. فهي اذا ما قالت لك شو صار مع اختلاط اللي نقلوا لك دم، حاولي شو توصلي للمعلومة بهالطريقة المبسطة. فهي المريضة قالت لك انه هي احتاجت لنقل دم، يعني كان النزف شديد لدرجة انها احتاجت لنقل دم وعملوا لها تجريف. تجريف فورا بعد الولادة. فانت بتتوقعي بقى انه هي صار عندها شو، ممكن احتباس مشيمة او احتباس فلق مشيمية الى اخره، عرفتي كيف؟ فمشان هيك انا عم اقول لك انه كيف ممكن تحصلي علي معلومات من مريضة هون على مستوى يعني البلد عندك، ما عم نحكي هلا هون نحن حالات على المستوى الأكاديمي، تمام؟ فمعناتها مريضتك إذا أعطتك المعلومات كاملة ممتاز، إذا ما أعطتك إياهم كان بدك تقربي لها إياهم بطريقتك الخاصة، عرفتي كيف؟ مثل ما عم لك حاولي تبسطي لها المعلومة. هون أنا حاعطيكي المعلومة من عندي كاملة وحقول لك إنه هي صار مع نزف شديد ونقلت دم وعملت تجريف، ماشي؟ لحد هلا قصتنا عمرها 32 سنة، انقطاع طمث من 4 أشهر، كان من 4 أشهر مو وقت ما ولدت الولادة المهبلية تبعها، تمام؟ غيره، واختلطت ولادتها بنزف تطلب نقل دم وتجريف. لحد هلا المعلومات اللي عندي اياها، وقلنا انه هي دورتها منتظمة والنزف معتدل عندها لمدة 3 لـ4 أيام. شو بعمل؟ كملوا شغل. ممتاز. شو الأدوية بالذات يلي لها خصوصية بالقصة النسائية؟ موانع الحمل. بتتذكروا قصة سابقة أخذناها بجلساتنا العلاقة بموانع الحمل؟ ليش موانع الحمل ضرورية؟ اسأل عنه. ممكن يكون لها علاقة بشكوى المريضة الحالية؟ تقريبا الجلسة اللي قبل الماضية تذكرتوا الحالة، المريضة اللي صار عندها ألم صدري وزلة تنفسية، شو كان معها؟ خسار، تمام، الدي في تي، تمام، الصم الرئوية. انتبهوا كتير لقصة موانع الحمل. أوقات مريضة بتكون عم تراجعني بمشكلة سببها موانع الحمل، مثال هي قصة الصم الرئوية، أو كمان إذا مريضة قالت لك عندي صداع، تمام، صداع، خزل شقي، نوبة اختلاج، عم تاخد موانع، شو بفكر؟ هي هامش على جنب، هذا الثلاثي عند مريضة تأخذ موانع حمل، بفكر بالعصبية، ما عم تسمعوا؟ عم أقول ليش مهم أسأل عن موانع الحمل؟ لأنها بترتبط بحالات مرضية مهمة. ذكرنا مثال القصة اللي أخذناها تبع مريضة الدي في تي والصمة، ولا عم لكم إذا أجت مريضة بصداع وأعراض عصبية بؤرية، يعني خزل شقي أو تمام خسار جيوب وريدية دماغية. فشاك عم أقول إنه انتبه كتير لقصة موانع الحمل. قال إيه، هي أخذت موانع حمل مشتركة، ماشي، ووصلت يعني وصلت لفترة انتهاء، خلاص أخذتهم، عم تستنى هي الدورة الطمسية وما اجت. ليش عم نحكي هاي المعلومة؟ ايه،
هلا بتعرف في بتعرف نعرف نحن في معلومة مهمة، هي إنه الإرضاع ليس مانع حمل آمن. ففي نساء إنه هي بحاجة مانع حمل ولو عم ترضع، نفرض عندها عدد مكتفية من الأولاد وخايفة يصير حمل، بنعطيها مانع بعد 40 يوم تقريبا من الولادة. عرفتوا كيف؟ يعني أنا ما فيني أعتمد بشكل تام على الإرضاع بمنع الحمل، ممكن إنه هو خلال أول 40 يوم تعرف لسه فترة نفاس ما بيصير شيء، بس ما بعد 40 يوم لا، المفروض إنه إذا هي ما بدها أولاد إني أنا أعطي شو موانع. فهي أخذت موانع ماشي، ومن شهرين هذا الحكي وما صار معه، ما صار معه أي نزف ولا تمشيح ولا شيء. شو بدي أكمل استجواب؟ شو لازم أسأل؟ دي اقلع لي الصوت عندي لاني ماني سمعتك. ممكن شو؟ ايه عملك موانع حمل مشتركة مركبة مشتركة غيره. تمام نلخص. مريضة 32 سنة، قطاع طموس من 4 أشهر، ولدت ولادة مهبلية من وقتها يعني، واختلطت الولادة بنزف تطلب نقل دم وتجريف. عندها دورتها السابقة منتظمة، ما عندها أي مشكلة كان فيها. تمام. وهلأ هي أخذت موانع حمل لفترة شهرين أو من شهرين يعني، راجعت بعد ما أخذته وما كان صار يعني، ما في عندها أي نزف أو إنه ما أجت الدورة يعني بعد بأخذ موانع الحمل المشتركة أو المركبة. شو بدنا نسأل؟ أول شي نحن هلأ مقاربة إن... حلو ممتاز هذا الحكي، حلو كتير هذا الحكي. أنا بدي حدا حمل جديد. ممتاز كتير هذا الحكي، رائع هذا الحكي، عليه علامات. ليش؟ لأنه أشيع سبب لانقطاع الطمس الثانوي هو الحمل. تمام؟ فمعناتها هلأ أنا بدي انتبه، أنا هلأ عم قارب انقطاع طمس ثانوي. شو يعني ثانوي؟ يعني كان في طمس وراح ماشي. فأنا بهمني رقم واحد إن في الحمل، فعلا عملنا اختبار منع الحمل وطلع اختبار قصدي الحمل وطلع سلبي، فهذا الحكي كتير ممتاز. الكلام اللي عم تقولوه كله صح، بس أنا خايفة لأنه اللي عم يشاركوا طلاب السادسة بس، فإذا طلاب الخامسة مو عارفانين شو عم نشتغل وضع نزار سيء، فقولوا لي إذا حدا ضايع. بجوز أنتم معكم حق لسه مالكم متعودين على أسلوب الجلسات، نحن بالعادة هيك بنشتغل، عرفتوا شو؟ بنجمع معلومات وآخر شي بنقرا او بنلخص من مرجع او ببعث انا من عندي يعني صور. تمام. وبنجمع المعلومات. فهلا انتم شاركوا مثل ما هنن عم يشاركوا، اي معلومه اي فكره فيكم تضيفوها على الحكي اللي عم ينحكى. تمام. مشان التركيز كتير ضروري بالجلسه، ومثل ما قلتنا الصوت واطي. لا انا صوتي كتير منيح. بس عندك شوفي حاولي تعلي صوتي من الاعدادات، كبسي على 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 الايقونه تبعي، كبسي عليها وعلي علي الصوت على 200 اللي بيطلع لك هيك نسب مئوية، عرفتي شلون الصوت؟ فعلي يعني أنا صوتي كتير عالي مش شوي. نعم حلو حلو هذا الحكي كتير حلو، يعني هي عم ترضع شوي بس عم تعتمد كمان على الحليب الجاهز، اعتمادها الأكبر على الحليب الجاهز. انا مش هيك كنت عم قلكم اسالوا لي عن الهويه، اعطونا معلومات الهويه كامله. الكل نط على شو؟ على الشكوى. هلا رح نعرف ليش يعني نحن قصرنا بالاستجواب او ليش انتو قصرتوا بالاستجواب. رح اترككم هلا. عدد الاولاد قلنا هون انه هي كان عندها ولدين، المره ولاده مهبليه وما كان في اي اختلاطات فيهم. تمام. هلا شو بدنا نسأل؟ ممتاز حلو كتير هذا التفكير، كتير 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 حلو. عم تسألوا على أسباب انقطاع الطمس الثانوي، عم مستحضرين الأسباب بعقلكم وعم تسألوا عن شو الأعراض الموجهة لكل منا.
هذا الشيء كتير ممتاز. فهلا سألت الدكتورة تقال من شوي، سألت عن قصة الدرق وسألتني كمان هلا عن قصة الرياضة، هذا الشيء كتير حلو. هلا أنا البي ام اي عندها هي 31 للأخير، تمام، وبالتالي هي لا عم تلعب رياضة وتغذيتها تمام. قصة التغذية والوزن جدا مهمة عند المرأة، وجدا بتتعلق بمشاكلها النسائية من ناحيتين، البدانة ونقص الوزن. نقص الوزن وقلة الشهية وسوء التغذية ممكن يعمل لي شو؟ ممكن يعمل لي انقطاع طمث ثانوي مثل حالات القمح العصبي، تمام. وبنفس الوقت زيادة الوزن كمان ممكن تعمل لي مشاكل بالإباضة. زيادة الوزن لأنه بتعمل عندي زيادة بالمقاومة للأنسولين، المقاومة للأنسولين ترفع مستويات الأنسولين المصلية وتؤدي إلى زيادة إنتاج الهرمون الرابط أو الجلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية. لما يزداد هذا الجلوبيولين الرابط شو بيعمل؟ بيرتفع عندي، عفوا، نقص إنتاج الجلوبيولينات الرابطة تمام، نقص إنتاجه. لما ينقص إنتاجه بيرتفع مستوى الأندروجينات الحرة، تمام. لما يرتفع مستوى الأندروجينات الحرة محيطيا بالأروماتاز الموجود بالنسيج الشحمي اللي هو ناتج عن البدانة، شو بيصير عندي؟ زيادة بالاستروجين. زيادة الاستروجين بتثبط على المستوى المركزي انتاج ال FSH وال LH وال GnRH LH والأمور، مما يؤدي إلى شو؟ مشاكل بالإباضة، تمام. فمشان هيك معناتها بصير في عنا مشاكل على مستوى زيادة الوزن ونقص الوزن. كتير مهم الوزن والتغذية عند المرأة بالقصة النسائية. حلو، نكمل. حلو كتير، ممتاز كتير هذا الحكي. الرد النفسي جدا جدا مهم، وهذا جاي السؤال وطني، جاي السؤال وطني الدورة الماضية. كيف جاي هذا السؤال؟ انه مريضة البرولاكتين عندها 20 مدري 25 وعندها انقطاع طمث ثانوي، لطلع لك السؤال، وما عندها اي شذوذات اخرى، ما في سر حليب، ما في شيء، ما في كذا، تمام. فكان الجواب شدة نفسية. ليش؟ البرولاكتين مرتفع بالشدة النفسية، اذا انقطاع طمث بس على الحلو، كل الفحوصات الثانية سوية وكل ما عندها اي اعراض اخرى، فمعناتها الشدة النفسية هي السبب. جدا سؤال او جدا معلومة مهمة يعني طرحها الدكتور. بيهمني معناتها اسأل عن موضوع الشدة النفسية، ما عندها اي شدة نفسية، امورها بخير، تمام. انتبهنا؟ غيره معناتها لحد هلا عم طرحتوا لي الاسباب التاليه اللي لها علاقه بنقص او انقطاع الطمث الثانوي، اللي هي اضطرابات الوزن، الاضطرابات النفسيه، التمارين الرياضيه المفرطه ما عندها. غالبا اذا يصير في عندي انقطاع طمث بسبب الرياضه بكتبوا لكم مريضه جمباز او ماراثون او راقصه باليه، يعني شغله انه دائما فيها جهد، ما عندها ولا شيء من هذول الامور. حكيتوا لي عن الاضطرابات الغديه، حلو كتير. بلشي تقى طالما سألتيني على قصة الدرق، شو بدك تسألي؟ ممتاز. هلا هدول مو موجودين، بس قالت لك انه هي صار لها فترة عم تحس بالتعب. قصة نقل الدم دي شوي الصوت كتير واطي، مين عم يحكي؟ بس قولي لي بالله اسمك مشان اعلي الصوت من عندي. هدى ضيقة شوي لدور عليك، تمام. اليكم علي على الاخير والله. ايه حلو هذا الحكي. نقلت شي 3 اكياس، لا يعني عليكي، ممتاز كتير هذا الحكي. تمام، الدكتورة جابت قصة كتير مهمة، عم تقول انه انا بيهمني اعرف كمية النزف لحتى اقدر افكر بقصة متلازمة شيهان. حلو كتير. في معلومة بقول لك اياها من عندي، هي ما موجودة بمنهاجنا، بس انه انا بفكر بمتلازمة او بفكر كعامل خطر الها متلازمة شيهان اذا كان النزف اكتر من لتر بالقيصرية او اكتر من نص لتر بالطبيعية بالمهبلية، تمام. هذا الحكي من ناحية النزف كأرقام ورقة وقلم، بس من الناحية السريرية شو بتسألي؟
أهم وأبكر عرض لها. تمام، إذا أرضعت، إذا طلعت الدرة، تمام، إذا طلعت ممتاز، تمام، إذا صار في عندي إفراز، إذا قدرت ترضع الرضعة الأولى أم لا، ممتاز هذا الحكي. فهي معناتها قصة مهمة. لنفرض ما كانوا عاطينك هالمعلومة، ماشي، أو أنتي شكيتي ما قدرتي تحصلي على جواب شافي، شو بتلجئي؟ خاصة أوقات كتير كتير بظل هلا هذا الوضع، أوقات كتير أمهات ما بيرضعوا ولا لأي سبب، بس إنه هيك هي ما بدها، يعني عرفتي شلون؟ كتير هالقصة صايرة تسمعي فيها. تمام، أوقات كتير المرأة ما بترضع لأسباب العلاقة فيها هي، بتقوم ما بتنتبه لقصة شو غياب الحليب أو غياب الدرة، الدفقة الأولى من الحليب، وبتمر هالقصة وبتكمل هي إرضاع صناعي. بعد أشهر بتجيكي بقصة شو، بقصة قصورات بقية المحاور الغدية. تمام، فمعناتها الكلام اللي عم تطرحيه جدا مهم، وهي تشخيص تفريقي. بس آخر شيء، أنا كيف بدي أنفي وأكد هذا الأمر؟ من خلال، لا لا هي لا هاد ولا هاد الجواب. أبدا، صورة السرج التركي ما لها علاقة هون. هلأ هون ما بهمك الصور، الصور بتلجأ إلى بأورام النخامة، أما هون بتلجأ إلى المعايرات الهرمونية بكل بساطة. عايري ال FSH، عايري ال TSH، تمام، ببساطة هدول بيساعدوكي تشوفي إذا في عن فأنا من خلال المعايرات، حتى الهربرولاكتين ممكن أنا عاير أي هرمونات من هرمونات النخامة، بس يعني هدول الاثنين بيعطوني صورة كافية، أو يعني صورة بتساعدني بتقييم الموضوع. هلأ هون هي لسه نحن ما وصلنا للمخبر، لساتنا بالقصة، ماشي، لسه ما قمنا فحصنا. تذكرتوا شو قلنا نقول؟ بدي أنا كطبيب بعطي تشخيص تفريقية ببالي لما أخلص القصة، ولما أقوم أفحص بنفي بعض التشخيص، وبضل على 2 3، أو حتى بجوز أحسم أمري. إذا ما قدرت أحسم أمري بطلب ساعتها استقصاءات. فأنا هلأ هون لسه شو لازم أسأل أعراض تانية؟ أنتوا هلأ عرفتوا، تفضل. إيه حلو، حلو هذا الحكي، تمام، حلو هذا الحكي. هلا انتو حطيتوا ببالكم هذا التشخيص، عم تجي اجابات كتير حلوة. هلا لحد هلا صار في عنا شي هان، وعم يقولوا التصاقه. طيب شو المفروض انا اعمل اذا حبيت اكد الحكي اللي عم تقولوه؟ ممتاز ممتاز، تنظير باطن، حلو. معناتها انتوا هلا عم تحطوا ببالكم استقصاءات، عم تحطوا ببالكم تشخيص، عم تحطوا ببالكم استقصاءات تبعها. بالنسبة لشيهان حكينا من عاير هرمونات، بالنسبة لأشيرمان من عاير يعني نفسه هو الالتصاقات الناجمة عن التجريف الجائر، مثل ما قلتوا نعمل تنظير. طب لسه لسه القصة ناقصة، شو لازم أسأل؟ أنا أمام قصة انقطاع طمس، حكيتولي قصة الشدة النفسية، ممتاز، حكيتولي قصة أعراض الغدية، ممتاز، حكيتولي قصة الرياضة الزايدة، التغذية، كله منيح، ماشي، لسه نقصنا والحمل نفيناه، عملنا اختبار وطلع سلبي، لسه في شغلتين مهمين. ها ها، يعني عليك، ممتاز، الاضطرابات البصرية، الصداع، وشو التالتة؟ هدول الثلاثي وين ممكن لاقيهم؟ حدا حكى وما سمعته؟ اضطرابات بصرية، صداع، ايه عم تقولوا لي اضطرابات بصرية وصداع وفي، الأورام، تمام، أورام النخامة خاصة، مين؟ أورام غدة النخامية. تمام، بس قصدي شو الثلاثي اللي ممكن يوجهني؟ صداع، تشوش رؤية، وشو شغلة تالتة؟ سر الحليب، البرولاكتين يعني فرط سر الحليب. تمام، سر الحليب، ممتاز. فمعناتها سر الحليب بهمني بهالقصة، مو شرط طبعا كل برولاكتينوما تترافق بسر حليب، لا أبدا، بس يعني إذا موجود فهو كتير بيدعم التشخيص. تمام، ممتاز. طيب
لا مو قصة الأشياء، بس إنه إذا موجود بدعم التشخيص تقريبا هو موجود يعني حوالي نص الحالات أو تلتة، نص الحالات أو أكتر شوي، بس يعني إنه إذا ماله موجود لا ينفي. تمام غيره يبقى كام مثلا؟ شو قلتي؟ إيه هاي اللي بدي إياها. ضحي باكر. تمام ممتاز. قصور المبيض الباكر، حلو كتير. القصور المبيض الباكر، شو في أشياء تدعمه بالتشخيص؟ يعني أنا شو لازم أسأل أو شو لازم يكون في عند أسئلة مريضتي موجودات؟ علاج كيميائي أو شعاعي ثابت، ممتاز حلو هذا الحكي. خضعت لعلاج شعاعي بالعيلة. ما فهمت قصدك، إنه في قصة عائلية؟ ممتاز، ايه حلو هذا الحكي. هلا ليكي بالضهي تمام. هلا شوفي، هلا القصة العائلية بتهمني بالحالات الفسيولوجية، يعني بتهمني بالطمس، ببدء الطمس وبنهايته، صح هذا الحكي، بس ضمن المجال الفسيولوجي. يعني إذا كل نساء العيلة متعودين على 45 تنقطع عندهم الدورة، هذا الأمر ما في مشكلة. كل نساء العيلة على 53 تنقطع عندهم، ما في مشكلة، بس إنه ما يكون ضمن المجال خارج الطبيعي. إذا هون الضهي الباكر يعني عم تحكي عمر 30 سنة أو أقل حتى، ممكن. عرفتي بدي كيف؟ أسأل عن قصة تراب. تمام، بس ثواني بس لوضح الفكرة. القصة فهمتي علي؟ يعني أنا القصة البنيوية فعلا بتهمني، البنيوية العائلية، بس شو تكون الأرقام ضمن المجال الطبيعي، سواء بالضهي أو ببدء الطمس كمان نفس الشيء. يعني مثلا أنا أوقات بتلاقي مثلا أغلب نساء العائلة بعمر مبكر 19 19، ما في مشكلة، ما نزلوا عن الحد، عن عمر الحد الأدنى للطبيعي أو الحد الأقصى 13 14 13 14، ما في مشكلة. عرفتي كيف؟ فمعناته صحيح تماما القصة بتهمني قصة التأخر، قصة يعني الضهي سواء متأخر أو باكر، ونفس الشيء بدء الطمس، بس شرط يكون الأرقام ضمن الحدود السوية. هلأ هون عم نحكي إذا هون مريض عمرها 32 سنة، وبالتالي هذا قصور مبيض باكر، وينك وين لسه الحد الأدنى للضهي الطبيعي اللي هو حوالي 45. تمام، فمعناته هلأ هي شو بتسألون عنها؟ في عرض كتير مهم، عرض سريري بالضهي. ها طب ها أسألها ممتاز، إذا عندها أورام مثلا، معالجة كيميائي أو تمام. شعاعي. كأنكم ما عم تسمعوا بعض، هي شغلة مصيبة. هلأ في حدا قال على أورام؟ تمام، الكيميائية والشعاعي يعني العلاج الكيماوي والشعاعي، إذا ما عم تسمعوا بعض مشكلة، إنه في شغلات عم تتكرر. في حدا حكى على الأورام، تمام، فانتبهوا للقصة. هلأ في عرض سريري، عرض أنتم بالطمس بالضهي شو بتعرفوا في أعراض؟ في شغلة كتير بيشكوا منها النساء، وأوقات بيطلبوا الهبات الساخنة، يعني عليك الهبات الساخنة مصيبة هي. تمام، الهبات الساخنة كتير بتزعج المرأة، فالهبات الساخنة ضروري اسأل عنها، بتدلني انه فعلا صار في عندي ضهي. هلا هي ما عندها هبات، وما عندها صداع، وما عندها ثر حلي. تمام، فمعناتها بقصور المبيض الباكر لا ننسى نسأل عن شغلتين، اعراض الضهي ماشي، اللي هي طبعا يعني او مرافقاته، خلينا نقول مثل الهبات، وشو شغلة تانية؟ اعراض قصورات الغدد الاخرى مثل الكظر والدرق. هذا الشيء كتير مهم، لأنه أوقات بيكون قصور المبيض الباكر كجزء من متلازمة مناعية متعددة الغدد. تمام، هو بيكون بآلية مناعية، وبينصاب المبيض بالمعية، بتنصاب معه الدرق، بينصاب معه الكظر، عرفتوا شلون؟ فهذا الشيء كتير مهم، ممكن يصير مع المريضة لا كم سكري. ايه المبيض الباكر نفسه البدئي. ده شو عم يحكي؟ عم يحكي شو يلي بيصير فيه؟ شو بعدين بيرجع؟ ما فهمت. ايه لا، هلا بقصور المبيض الباكر ما بيرجع، ما بيرد، بيرجع خلاص. الحل الوحيد لقصور المبيض الباكر اذا تشخص هو الاعاده الهرمونيه الخارجيه، نقطه. خلاص اسمه قصور تخرب المبيض. بيرد، بيرجع الطمس.
هلا صراحة نحن الوضع عندنا وضع المرجع. هلا ما بعرف، انا عم اقول لك هي القصة انا بعرفها، انه اذا شخصته قصور مبيض باكر وخلص تأكدت انه ما بقى يعني في امل اعاده هرمونية. ايه البدئي بصراحة ما بعرف اذا التسمية مختلفة مشان ما يعني اعطيك معلومة غلط. انا اللي عمل لك عليه اسمه بريميتشر، تمام؟ قصور مبيض باكر بريميتشر، بس طالما انت قلت لي آلية مناعية فانا هذا نفسه اللي بعرفه. عرفت كيف؟ انا عم اقول لك قد يكون هناك في، قد يكون انه فعلا ممكن يرجع، ممكن ايه بحالات ما في شيء يمنع، بس القاعدة انه ما يرجع. بس كان في وحدة عم تحكي، ما فهمت شو عم تحكي. ايه هلا النزف، يعني بده يكون سبب كتير حاد اللي سببها. حلو، النزف ما رح يأثر على المبيض، الوحيدة اللي بتتأثر بالنزف هي النخامة. ليش؟ لأنه بيزداد حجم الخلايا خلال الحمل على حساب الخلايا المنتجة للبروكتين، بصير في عندي شيء اسمه هايبرتروفي. هايبرتروفي مو هايبربليشيا، بصير في عندي هايبرتروفي على مستوى الخلايا المنتجة للبرولاكتين، بس من دون أنجيوجينيسيس. احفظوا لي هاي القاعدة، في الحمل يطرأ على الخلايا المفرزة للبرولاكتين هايبر تروفي. شو يعني هايبر تروفي؟ يعني بتتضخم، بيكبر حجمها، بتزيد وظيفتها من دون زيادة عددها. ومن دون انجيوجينيسيس شو يعني؟ من دون زيادة التروية عليها، يعني مثل كأنك معمل زودت قدرته الإنتاجية من دون ما تزود له فياش الكهرباء، قلت له على فياش الكهرباء دول بدك تعطيني قدرة مضاعفة إنتاجية. وهيك بصير بالغدة، بيقوم لما يصير في عندي نزف هي من غير شيء، يعني كاسة على أنف بصري عم تشتغل مع تروية قليلة، ورد كمان تقطيع عنا التروية، بيقوم بصير في عندي تنازل شهام. أما هذا الحكي ما بصير ولا بأي عضو تاني بالجسم إلا بالغدة النخامية خلال الحمل. ليش؟ لأنه تضخمت هاي الخلايا مثل ما قلنا، وشفطت التروية على حسابها من دون ما يزيد المداد الدموي. فلما يقل المداد بصير عندي هالقصور الحاد بالنخامة اللي هو تنازل شهام. تمام، فكتير تعليقاتكم حلوة. نحن هلأ بالنسبة شو كنا عم نحكي على قصور المبيض؟ بس يعني انه دائما انا بفكر بالقصور المبيض البدئي، حتى انه لو كان عنده ولادات سابقة واخر ولادة كانت كثير ايه قليلة طبعا، ايه بتضلي بتفكري ممكن هلا هو هلا صار معها بعد هي، ايه ما في مانع من هذا الحكي، ما في مانع. بس هلا شو اللي بده ياكد لي هذا الحكي؟ التحاليل هلا بنشوف، وطبعا لسه ما كملنا فحص، نحن ما خلصنا يعني استجواب. فمعناتها الرب ممكن يسبب ضهي باكر، الرض ممكن يسبب ضهي باكر؟ لا، يعني الرض، يا رب مبيض. الرض على المبيض، المبيض عضو حوضي غميق كتير، انه يتأثر بالردود شغلة جراحي مثلا قصدي يعني. جراحي. هلا مثل ما قالوا هن السيناريوهات اكثر يعني شيوعا، انه يكون متأثر بعلاج تشيع حوضي سابق مثلا، او بمعالجة كيماوية، لانه الخلايا المنتجة كتير حساسة. هذا السياق اكثر احتمالا. عرفتي كيف؟ لأذية المبيض. رضع الرأس أشياء بهذا الصف. حلو حلو هالحكي، الرضع الرأس فعلا ممكن يعمل أذية نخامية، يكسر أو مو يكسر، شنو نقول، يعمل أذية بالسويقة اللي بين الوطاء والنخامة، وفعلا يعمل لي ضهي. أو حتى ممكن إذا كان رض بعمر طفولة بالأصل ما يصير في عندي يعني بلوغ جنسي. تمام، حلو هذا الحكي. فمعناتها أنا لما بدي أكون عم قارب محرضات الإباضة، لا هي ما أخذت محرضات. هلا محرضات الإباضة بتذكر الدكاترة كانوا متخانقين عليها، ناس بتقول إنه هي الدكتور عزام أبو طوق كان يقول إنه هي بتسرع الضهي، مدري بالعكس، وهيثم عباسي نسيت بصراحة، هم كانوا متخانقين على الفكرة، كل واحد عنده نظرية، ناس تقول إنه هي لا بتعمل، ما بتأثر على الضهي، ناس تقول لا هي بتستهلك الأجربة وبتعمل ضهي باكر يصطفلوا. فإذا الدكاترة متخانقين أنا شو ما رح اعطيكي جواب حاسم، بس المعلومه اللي عشان ما تضيعوا، انا بدي اكون عم قارب انقطاع، لما اكون عم قارب شو بيسمعه انقطاع طمث ثانوي، استحضر بمخي مكونات الدوره الطمسيه عشان ما تضيعوا بالاسباب. عرفتوا شلون؟ هي هيك مثلا، مثل هون شوفوا لي الصوره، حطوا ببالكم العناصر الدوره الطمسيه، وكل عضو او كل يعني هرمون او كل شغله بتتداخل بهذا الامر، وحطوا لي مشكله على حسابه. فمنبلش من فوق، من عند الوطاء للنخامة للمبيض للرحم، تمام؟ أنا من البداية بس
تشتتت من كتر ما عم يجي واحد مدخلات وهو قاعد 50 معلومة، فكان لازم انا احط الصورة من البداية. بصراحة نسيت. حطوا ببالكم الأعضاء أو البنى المعنية بالدورة التنصية، وحطوا شو الأسباب المؤثرة عليها ببالكم. هلا انتوا اللي ذكرتوني اياهم تبع الاضطرابات الشهية والتمارين ممكن، والشدة النفسية، هدول فيني صنفهم على المستوى العصبي، تمام. والغدات بقى بتأثر بمستويات مختلفة حسب كل غدة. النخامة برولاكتينوم أهم شيء، شايفين هيك تبعوا على الصور، وحتى في صورة بالمرجع كمان حلوة لهذا الحكي. وعلى مستوى المبيض مفكر بقصور المبيض، وحتى بمتلازمة مبيض متعدد الكيسات ممكن تعمل تبع الطموس يعني لفترة منيحة. على مستوى الرحم بهمني قصة الحمل وأشرمان، تمام. هلأ أنا هون حطيت ببالي معلومات، مقاربتكم كانت كتير حلوة، يعطيكم العافية. حنقوم نفحص، ما هيك لما نقوم من على الكرسي نفحص المريضة. شو بكون تفحصوا عند مريضة نسائية؟ شو بنعمل؟ عم تسمعوني ما؟ حلو حلو، معناتها بدي اعمل مس كمان مهبلي مشرك بالجس، حاول اذا قدرت اتحسس يعني الاعضاء، اوقات مثلا المبيض ممكن ينجس، ممكن يعني الى اخره، مع المهبل كذا، شوف اذا في مثلا ضائعات الى اخره. كله هذا هي ما عنده فيه مشكلة، ما عنده اي موجودات ايجابية بالفحص النسائي غيره. شو لازم نعمل؟ ممتاز، حلو كتير، عملنا ايكو مبايض والرحم، ما فيهم شي. هلا بقى اطلبوا لنا تحاليل. هلا تشخيص تفريقية، شو الصورة اللي تشكلت ببالكم لحد هلا؟ حلو، قصور درق، أشرمان أو شيهان. أشرمان شيهان، ممتاز كتير الحكي. غيره كمان في شغلة قلتوها، قصور المبيض الباكر لسه ما نفيته، تمام. معناتها هالأربع تشخيص كتير كتير حلو هذا الحكي. كمان ممكن نقول مبيض متعدد كمان في الكيسات. نختار منهم. هلا شلون بدك تختار منهم بقى؟ اطلبوا لنا تحاليل للمريضة، شو ممكن اطلب لها؟ FSH و استروجين. استروجين. FSH و استروجين بين معنا. ليش استروجين؟ بعايره انا شيء الاستروجين بفيدني؟ مخبريا ما بفيدني الاستروجين. في هون شغلة نحن عملناها بالحالة عوضت لي عن الاستروجين، شو هي؟ شغلة بالحالة هي تبعنا. لشوف مين عن جد دارس نسائية. أتوقع جميل طالب لي عاطية، دكتور جميل. قصدك عملناها بالفحص ولا بالقصة السريرية؟ ايه بالقصة موجود. شو؟ ما في هبات؟ معاناة حمل يعني أصلاً. ايه كملي. شو بقى معنى الحمل؟ شو اسمها هاي الشغلة؟ اني اعطيت موانع حمل وما صار نزف، شو اسمها هاي القصة؟ شو اسمه هذا الاختبار؟ في مشكلة على مستوى الرحم معناتها. حلو، شو اسمه هذا الاختبار؟ تمام، نزف السحب، ممتاز. أشرمان. اختبار السحب هذا، انا لما اعطي السحب هل هاي الموانع، طبعا بروجسترون يعني مركبة، بس بيكون البروجسترون فيها هو يعني الأكثر شوي، بس المهم انه هي بتعملي نزف سحب. هي الاختبارات، هي الموانع، عرفتي شلون؟ بتعرفي انه حديثا ما تعطوا انه على اساس بروجسترون على الحلفة، بيعطوها مركبة، بس انا ما يعني ما اتلك عياراتها، ولا حتى هن كاتبين شو نوعه للبروجسترون او شو نوعه لمانع الحمل المركب. فالفكرة انه لما اعطي مانع حمل يعني عليك نزف سحب، وما يصير عندي نزف، فأنا رح أتوقع إنه المشكلة وين. شو يعني ما صار في نزف؟ يعني معناتها ما في عندي استروجين كافي لتشكيل البطانة، أو إنه البطانة كلها ما النخامي ما في مشكلة. طول بالك، المحور البطائي النخامي ما في مشكلة. هلا هذا الحكي ما كتير دقيق، ليش؟ لأنه هلا أنا لما أعطي بروجسترون وبعدين أسحبه خلال يومين لسبعة أيام، المفروض شو يصير بالبطانة؟ تتنخر. إذا كان الرحم سليم
والاستروجين طبيعي. تمام. هلا مو شرط اني انا اختبار السحب يقيم لي المحور العصبي، لا، انت فيك تقيم المحور العصبي بشكل ابسط، اللي هو انك تعال الاف اس اتش. يعني ليش نتعمل نزف سحب لحتى تشوف اذا في، يعني اذا حتى تشوف اذا المحور سليم ولا لا؟ لا، اذا تشوف المحور سليم ولا لا، الافضل انك تعاير ال اتش واف اس اتش. اما اذا لما بدي اشوف وتحرى سلامه البطانه الرحميه ووجود استروجين كافي، شو بعمل؟ بعمل اختبار السحب. اذا صار في نزف معناتها في بطانه، البطانه سليمه، يعني الرحم، خلينا نقول خلايا القاعديه سليمه والاستروجين طبيعي. اما اذا لا، فمعناتها في مشكله على مستوى احد هالشيئين هدول. تمام. اما تقييم المحور يعني هلا فيك تعمل. قصدي مثلا ايه تفضلي. هذا فينا نعتبره اختبار سحب بما انه نحن عم نعطي مناعات طبعا حيويه كذا طبعا هذا استروجين اختبار سحب. وبروجسترون، اه هذا اختبار هذا سحب. اختبار سحب. فهلا هي بتعتبري عندها اختبار السحب شو ما اعطاني نزف، فمعناتها في مشكلة يا على المستوى الاستروجين يا على مستوى مين؟ الرحم نفسه. تمام. يا على مستوى الرحم نفسه. ليش؟ لانه مثل ما قلنا مفروض انا اذا عندي استروجين طبيعي البطانة تتنسج، لما تعطي بروجسترون وتوقفي يصير سحب. تمام. طب هلا انا معناتها استقصاءاتي بدي اعمل شو؟ حليل هرمونين مهمين. هلا بدي حللهم شو هن؟ بنحلل البرولاكتين، ماشي، غيره تي اس اس تي اف اس اس اتش و اتش اف اس اتش. تمام. هدول اهم شي، التي اس اتش والاف اس اتش لقيناهم طبيعيين، التشخيص ممتاز، شيرمان شايفين شلون وصلتوا للحالة التشخيص أشيرمان. هلا بقى بدنا نعلق بعض التعليقات، نعلق بعض التعليقات. ليش قلت لكم انا ما كملتوا استجواب؟ هلا المريضة أخذت مانعات، ماشي، بسياق هيك العادي القصة تبعها، يعني هي قد تكون أخذت مانعات مشان شو؟ مشان منع الحمل، أو ممكن تكون مراجعة طبيب قبل هالمرة وعاطيها ياهم من أجل إجراء نصف السحب، وبعدين هي رجعت إجت لعندك بعد فترة. يعني هي بالحالة الأصلية كاتبين إنه رجعت بعد شهرين تشوف حالة، تطمن على حالة بعد النفاس، عرفت كيف؟ فما لقيت في نزف، واستنيت على حالة يمكن فترة، لما صارت 4 أشهر لقيت إنه ما عاد في مجال تستنى، عرفت كيف؟ فقد تكون هي أخذتها فعلا كجزء تشخيصي، وهي بعدين غيرت الطبيب واجت لعندك وقالت لك والله انا هيك اخذت وهيك صار، او قد تكون لا، هي من حالها اخذه موانع الحمل لانه ما بدها تحمل مخلوقه بهالفتره. فبغض النظر عن السبب، انا هذا الشيء قدم لي معلومه سريريه مهمه كتير. تمام. فمعناتها انا بهالحاله بمجرد ما كان الاف اس اتش طبيعي، انا نفيت شو؟ نفيت قصور المبيض. ليش؟ لانه بقصور المبيض مفروض يرتفع، يعني عليكم. تمام. بيرتفع. وكمان نفيت انه يكون في عندي اذية درق، خاصة التهابات الدرق التالية للولادة، تحدث بعد النفاس لحتى فترة سنة ممكن، قول عليه التهاب درق تالي للولادة، بصير في عندي قصور عابر بالغدة. كمان تحليل التي اس اتش بيقدم لي معلومات لنا في هذا الامر. تمام. لنفرض في بي سي او، فرضا بي سي او ممكن مثل ما قلنا يعمل لها اباضة مزمنة ويأثر على الطمس، ساعتها شو المفروض كان يصير؟ تمام، يصير نزف سحب. ايه صح، بيكون في اضطراب بالنسبة، بس الأهم انقلاب صيغة، صحيح، بس الأهم انه بيصير في عندي نزف سحب، لأنه بيكون شو؟ بيكون عم يصير في عندي تنسج للبيطاني. تمام. فمعناتها انتبهوا كتير لهي الجزئيات، حطوا ببالكم، استحضروا المحاور والبنى الداخلة بالدورة التنصية، وحطوا الاضطرابات بكل وحدة، وبعدين نسألوا عن كل وحدة. تمام. نسأل عن المبيض، نسأل عن الرحم، أسئلة، نسأل عن قصة البرولاكتينوما، ونسأل عن قصة التغذية والرياضة والاضطرابات الوزن والاضطرابات النفسية. أهم الأسباب، أهم أسباب انقطاع الطمس الثانوي هن اضطرابات الوزن والبرولاكتينوما والقصور المبيضي الباكر أو البدري، أشيرمان، قصور الدرق، والبرولاكتينوما. هدول الستة بتفتحوا بالمنهاج بالمحاضرة، حاطين كل شيء أسباب بهالحياة. خلاص أنا صنف ببالي أهم شيء، وحط ببالي أهم شو
العناوين الأساسية. هلا رح ناخذ حالة تانية، أنا كنت عاملة حسابي اليوم ساعة ونص، هلا بجوز نخلص قبل على الساعة وثلث، يعني مشان ما نرجع نعمل جلسة تانية مشان الانقطاع اللي بدي إيه مع محرزة القصة. خدوا لنا هي الحالة. هلا عنا بنت، بتحبوا تاخدوا استراحة إذا بدكم شي دقيقتين؟ تمام. وأنا هيك تمام. هلا عندكم هلا بنت ماشي عمرها 16 سنة، جايبتها أمها وعم تقلك لهلا ما اجتها الدورة، شو منسأل شو منعمل شو منساوي؟ دقيقة شوي، في ناس بدها تشارك وما عم تقدر. رح حاول بس افتح الصوت، انا والله ما دخلني، يعني هي المشكلة من عاني منها، خاصة انه في ناس عم تفوت وتطلع تفوت وتطلع، بيقوم يعني بيفصل مخه التليجرام. ايه بس ما انتبهت شو قلتولي، شو هي شو بدنا نسأل؟ ها ها، هلا هذا الحكي كتير حلو، بس يعني بكرته كتير، عن نطينا فورا على قصة السدي. الحكي كتير صحيح تمام، انه انا بمقاربة انقطاع طمس بدئي صرت، القصة بتفرق عن الثانوي، في اعتبارات خاصة بدي احطها ببالي يلي هي اعتبارات البلوغ الجنسي تمام. فانا هلا هون مو مثل المرأة اللي عمرها 30 سنة، بتفرق الاسئلة اللي بدي اسألها والامور اللي بدي استقصيها. كلامكم حلو كتير. هلا اول شيء شو ممكن اسال مريضه هويتها، معلومات عنها، يعني بدايه ما تستعجلوا، اعتبروا حالكم بالستاج، لانه انتم نقصتوا شغله مهمه بالمعلومات. انا كنت عم اقول لكم انه هديك المريضه ما رضعت، ما عم ترضع منيح ابنها، عم تعتمد على الحليب الصناعي، هذا الشيء خلى بعضكم اكثر يشك بعشرمان، طبعا هذا بشيهان، طبعا معكم حق 100%، بس الفكره انه هاي المريضه كانت عم تشتغل محاسبه 8 ساعات باليوم عند وظيفة، فهي ما لها فاضية ترضع ابنها، وبالأحلى ما بتقدر. فأنا انتبه لسبب إنه المريضة ليش عم ترضع صناعي، هل هي رغبة منها، هل هي إنها ما لها فاضية، هي إنه هي ما بدها، في نسوان ما بدهم، ما لها مستعد، ما عندها صبر تحط الولد وتقعد، شغلة مو سهلة، يعني بيفكروا إنه الأرضاع شغلة سهلة، يعني إنه فبدي أسأل أنا ليش ما عم ترضع هي طبيعي تمام. مو شرط دائما يكون في حالة مرضية، قد تكون هي ما بدها أو مشغولة. المهم فمعناتها نسأل عن القصة. شو كنا هلأ في يمكن هدى طرحت فكرة إني أنا أسأل عن بالضهي وبالطمس البدئي، شو بالطمس الأول شو قلنا بنسأل؟ عم تقول صلا عمرها البنت 16 سنة. هلأ أول شي بدي أشوف بالعيلة كيف الطمس، العيلة كيف تمام. أختها تمام، هلأ أختها بال14 إجتها، معناتها هي تقريبا متأخرة قديش؟ سنتين. اما ب13 تمام. هلا في شغله انه كنت تختل تحطوا ببالكم البلدان. هلا نحن 16 سنه هون عندنا بالبلد مشكله، يعني نحن حتى بتذكر جميل طالب الدكتور كان يقول 15 ونص بعتبر تاخر، يعني عندهم ممكن 16 16 ونص ماشي الحال تتدبر. حتى المرجع النسائي على 17 كاتبين انا ببلش استقصاءات، هذا هي المعايير الاجنبيه، هن عندهم بيتاخر الطمس دائما، البلدان البارده بيتاخر، البلدان الحاره على 9 سنين بتلاقي اغلبيه بحالة طمس. ما ننسى قصة اختلاف البلدان كتير مهمة تمام. فهلأ هي على 16 حبيت تستقصي، وإلا هن ممكن يستنوا شوي على البنت. ايه تمام، خاصة إذا في قصة تأخر. حلو، الوزن مهم تمام، كنا عم نحكي هذا الحكي، خاصة هون نحن بعمر المراهقة، أوقات المراهقة يعني إنه بصير عندها اضطراب بتصور شكل الجسم يلي هو القمح العصبي، وبتبلش بقى يصير في عندها حرمان، تحرم حالها من الاكل والى اخره. صح هذا الحكي صح، وزنها طبيعي ما عنده مشكله، وزنها وطولها تمام. البنت شو بنسال؟ اذا عم يصير معها شو؟ ها حلو سؤالي ممتاز، ليش عم تسالي هذا السؤال؟ رائع هذا الكلام. فمعناتها رتق غشاء البكارة أو عدم استقاء غشاء البكارة بدي أحطه ببالي كأسباب. هلأ أنا هون شلون بدي قارب؟ بدي أفكر على المستوى التشريحي تمام، بدي أفكر على المستوى الهرموني وعلى المستوى المورثي.
سؤال دكتورة حلو بيصب بقصة التشوهات التشريحية المولارية اللي لها علاقة بقناة مولار لتطور الجهاز الأنثوي. عم تقلي إنه أنا بدي أشوف إذا عم يصير عندها آلام شهرية دورية، وشو كمان بيكون في عند المريضة؟ ممتاز. حسي قال ما فهمت. الصفات الجنسية موجودة صح. هلا في مين عم يسأل عن أشيرمان؟ هلا كحكيك صح، ايه بس النتائج مخيبة للأمل غالبا. عم يسأل على تدبير أشيرمان. انا غالبا بالجلسات ما بفوت بالتدابير، تمام. بس مثل ما عم بتقول انا بعمل فك التصاقات تحت التنظير، تمام. لا اللولب مو قصة بزيد الالتصاقات، لا اللولب بيساعدني بالعكس انه انا ما يصير في التصاقات، بس يعني غالبا النتائج مخيبة للأمل فيما يتعلق بالخصوبة. يعني ما بيعود الحمل، حتى إذا صار حمل قد يحدث إسقاطات متكررة، خسارة متكررة لمحصول الحمل قد يحدث. منيح لي سألتني هالسؤال، ذكرتني أقول شغلة. عم يسأل يعني رفيقنا عن قصة أشيرمان العلاج. مو شرط دائما يكون فيها انقطاع طمس تامها، ممكن يصير فيه ندرة، تمام، وممكن فعلا يصير فيه حمل بس ما يكمل. فهي نقطة مهمة. فللأسف لمجرد ما صارت انتو خربتوا وعملتوا اجتثاث للبطانة بنسميها، روحنا الخلايا القاعدية، فهذا الشيء كتير حيأثر على قصة الحمولة المتكررة، وبالتالي المريضة نتائج العلاجية شو ما كانت ما حتكون كتير بتبيض الوش، تمام. هلا خلونا بهي الحالة مشان ما نضيع. فمعناتها هلا نحن هون هي شو كنتوا عم تقولوا لي؟ بالله آخر شيء، أمام انقطاع، أمام كل انقطاع طمس بدئي بدي دور مثل ما قلنا على قصة الصفات الجنسية مثل ما قلتوا، وقصة الهرمونات وقصة الشذوذات التشريحية. فكانت تمام. عم تقول رفيقتنا هلا تذكرت على رتق البكارة، بيكون في عنا ألم صح دوري، شو كمان الثقل بالحوض ممكن، والفحص السريري شو بلاقي؟ لون شبه أرجواني صح بيكون أو صح أزرق صح هذا الحكي. لما نظر، تمام، لما نظر بلاقي يعني لما اطلع اعمل فحص للمهبل بالتنظير بلاحظ في تقبب بالغشاء ولونه ارجواني احمر، يعني على عم يدلني انه في وراه دم، تمام. ممكن حتى الاقي كتله بالعانه او يعني تقبب بالعانه اللي هو بسبب احتباس، شو احتباس الدم بالرحم فيعطيني كتله. حلو هذا الحكي، غيره تفضلوا. هلا سألتيني عن او قد طرحتي هي النقطة، شو ممكن كمان تفكري مين رفقاتها هالقصة؟ حجاب معترض. صح الحجاب المعترض كمان، تمام. بس شو بيفرق بالفحص السريري؟ صح ما بلاقي تقبل كمان. ما بلاقي انتباج بالممكن المهبل، يعني ما في شيء، عرفت شلون؟ ما في لا بالمهبل ولا بالرحم ممكن يعني يصير في عندي. هلا في شغله بيقولوا لكم انه هي اللي عم يدرسوا للوطني انه تسمى اللهم صل على النبي، شو طمس خفي اكثر من كونها انقطاع. في هي الجمله كانوا كاتبينها انه يعني هو في طمس بس هو انا ما عم شوفه بحاله الحجاب المعترض وحاله البكاره، تمام. يعني هيك هي فلسفة بمرجع النسائية، بس عشان إذا حدا قراها إنه ليش بيعتبروا أنا نص طمس خفيف، لأنه فعلا عم يصير في عندي طمس بس ما عم لا بس الدم ما عم شوفه، بس هو الأمور كلها الهرمونية والمحور كله بخير، عم كله طبيعي كله عم يشتغل، تمام. غير الحجاب المعترض وغير البكارة، توزع الأشعار توزع الأشعار. حلو هذا الحكي، إذا في أشعار. حلو. فمعناتها هلا انتم بدكم تسالوا عن موجودات الفحص او تحري الصفات الجنسيه. هلا بالنسبه للاشعار، عندها اشعار بالابط وبالعانه، وشو كمان في حدا سالني عن الثدي، تمام. الاشعار الابط والعانه والثدي كلهم تنار 5، يعني وصلانه لشو؟ للبلوغ الجنسي الكهلي الكامل. حلو هذا الحكي، غيره شو بدي اعمل هلا؟
حكيتوا لي انه ممكن يصير في تقبب، او انا قلت لكم ممكن يصير في تقبب بالبطن اذا انا فكرت برتق البكاره، ما لقيت عندها اي شيء بالبطن مشسوس. شو بدي افحص هلا كمان بالنسبه للفحص النسائي؟ لسه ما عملنا ايكو، لسه بالفحص. بس شرجي تمام تمام هلا في نقطة، في نقطة مهمة انه نسينا نعرج عليها. كمان بالقصة النسائية ما ننسى القصة الجنسية. تمام هلا هن قصة الفحص المهبلي عندهم للغير المتزوجات مو 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 بشراسة الوضع عندنا، يعني هن بيعملوا ممكن فحص مهبلي اذا بنت غير متزوجة او ما عندها سوابق جنسية. هن عملوا هون فحص مهبلي بالحالة هي، عرفت شلون؟ لأنه نحن الحالة هي مصدر أمريكا، فما في يعني عندهم هالمشكلة. ما رح لكم شو طلع معهم فحص المهبل، رح لكم شو طلع معهم بالتأمل. شو لازم بالتأمل اتأمل أنا هون؟ تأمل تمام، بهمني اتأمل الأعضاء التناسلية الظاهرة الظاهرة، ما تنسوا هاي القصة. تمام حلو هذا الحكي. هلا ما عنده اي شيء بالاعضاء الظاهره، بدكم تعملوا ايكو. عملنا ايكو لقينا في مبايض بس بطن. تمام، ايكو حوض يعني ايكو نسائي، ما المبايض موجوده بس ما في رحم ولا عنق، بينت الحاله. تمام شو الحاله؟ ملاريان. تمام مولاريا، تمام روكتانسكي ماير هاوزر كوستر مدري شو، هي المتلازمة تبع مولاريا اجينيسيس اسمها الحديث لا تصنع المولاري. تمام هي المقاربة انقطاع الطمس البدئي نوعا ما اسهل بمراحل من الثانوي. ليش؟ لانه افكارك رح تكون محصورة ضمن الشذوذات التشريحية والمشاكل او المتلازمات الوراثية. ليش؟ هلا انا ببساطة بفحص بقيم الصفات الجنسية الثانوية تمام، وبقيم الشذوذات المولارية مثل ما كنتم شايفين ايكو وفحص. هنن هون عملوا مس مهبلي ولقوا مهبل اعور، او عفوا جيب مهبلي، يعني المهبل انه ما مو مكمل لفوق، فيعني صارت القصة بسيطة. فمثل ما ملاحظين كتير المقاربة كانت شو؟ كانت يسرى، لانه في عندي شيء اعتمد عليه فورا. أما بالثانوي لا، تعتبر المقاربة أكثر دقة وتحتاج منهجية أكثر. هلا معناتها شو في عندي تشخيص تفريقية بشكل عام لهيك حالة؟ التولي يرتقي غشاء البكارة ممتاز، التولي حجاب مهبلي معترض ممتاز. أنا إذا جايتني طفلة بالتأمل تبعها منظر العام ممتاز تورنر، فمعناتها لا تنسوا بتورنر. وعلى فكرة تورنر مو شرط دائما تجي بالمنظر الكلاسيكي اللي بيحطوه بالكتب تبع الرقبة المجنحة والصدر الدرعي مدري شو. أنا مرة شفت تورنر بالمواساة ما لها علاقة بتورنر بنوم، البنت بس هيك إنه قصيرة فقط، البنت قصيرة وإنه غياب طمس فقط، وكان شك كبير بتورنر عنده. فمو شرط أبدا إنه أنا لاقي هذا المنظر تبع الكتب دائما، يعني لاقيه سهل لاقيه بهالوضوح يعني. فمعناتها انتبه للمظهر الانثى الظاهري، اذا في وزمات لمفاويه بالاطراف، اذا في مثل ما قلنا الصدر والرقبه وهالامور هاي، حتى التهاب اذن وسطى مصلي متكرر كمان هي بيحبوها، ولا مدري شو جايبين لهم نمشات لطلاب الخامسه مدري شو كم يعني قصص وصير. تمام هلا كمان شو ممكن نفكر؟ تأنس خصوي يعني عليكي حلو هذا ممكن حاجة. كورتيزون، الكورتيزون شبو تمام ما فهمت كورتيزون شبو الكورتيزون شان مين بده كورتيزون؟ تمام الهيدروجين شو بدك تعمل فيه؟ ما فهمت عليك. مثل الاندروجين ممكن يعني تسبب انقطاع طمس اولي، أورام مفرزة للإندروجين. بس كيف حتكون الصورة السريرية؟ حطوا لي بالكم هي المعلومة، الأورام المفرزة للإندروجين تجيني بصورة سريرية صارخة من أعراض وعلامات شو؟ الاسترجال. تمام يعني غالبا بصير في عندي استرجال سريع، مو مثل العلامات الاسترجال اللي بشوفها بالبي سي او، لا هون بلاقي صار في ضخامة بظر، خشونة صوت، ضخامة عضلية ممكن، صار في عندي
بالإضافة طبعا للشعرانية وحب الشباب وهالقصص، بس بيجي استرجال تمام بشكل سريع، وبعاير طبعا ممكن نشوف تستوستيرون شقة اثنين؟ بلاقي فوق 3 أضعاف الحد الأعلى بجعل المرجع. شو تفضل؟ ما سمعتك. شوف انه شو اخذ ادوية، يعني بركي كان فيها كورتيزون او شيء. أدوية فيها كورتيزون. من إمتى عم تاخدهم؟ يعني مشان شو؟ كيف وإمتى؟ يعني ممكن هي مثلا تعمل لي مثلا انه فرط كورتيزون، ام اذا كان فرط كورتيزون ممكن تتثبط الدورة وما تجيها. حلو هذا الحكي، انه هي عم تفكر فيه. اتنا بانه كوشينج دوائي تمام يكون عامل لي اضطرابات طمسية، جائز هذا الحكي، بس رح تلاقي معه اعراض فرط الكورتيزولية الاخرى تمام، يعني حتلاقي ممكن حب شباب، حتلاقي اضطرابات بالسكر او السكري صريح، حتلاقي ممكن حتى البدانة، واهم من هيك اذا طفلة بهيك عمر حتلاقي عندها ممكن حتى بدانة وقصر قامة، يعني يصير في تأثر بالشكل تمام، تأثر النمو البدانة وقصر القامة ممكن يصير، بالإضافة للأعراض الأخرى النموذجية تبع كوشينج. حلو هذا الحكي، يعني إنه كوشينج لحاله مع بس هيك اضطراب طمس مستبعد شوي أو أقل احتمالا. هلا ما ننسى معناتها بالمولاريان أجينيسيس إنه أنا صار عندي شو عيب بمولا، وبالتالي تطور شاذ للرحم والعنق تمام، والتلت العلوي من المهبل، اما التلت السفلي لا هذا ما له علاقه بمولار. ودائما حطوا ببالكم لما يكون في عندي شذوذ بمولار اطمن على انه عضو الكليه، ممتاز، لانه منشا مشترك تمام، فممكن يكون في عندي شذوذات بالكليه او بالجهاز البولي مثل مثلا حالب مضاعف والقصص هي، فانا لازم اعمل ايكو كليه بعد تشخيص اي تشوه مولاري. طبعا هي الحاله انذارها سيء، يعني من ناحيه الحياه الانجابيه، يعني هي ما هي بس ممكن يتم تصنيع مهبل لها بس مشان ممارسه جنسيه، بس يعني ما راح تقدر يعني تحمل ما راح تقدر تحمل، فمعناتها الأعراض غالبا تتراجع المريضة بانقطاع طمس بدئي، وبيكون من برا الأعضاء التناسلية الظاهرة تمام، وفي مبايض بس مثل ما قلنا المهبل، بس جاي مهبلي أعور ويعني غياب الرحم. هلأ حنحكي آخر حالة على السريع كتير، بنت كمان بعمر 15 سنة، نطلع الحالة خلصنا لقد ايش الساعة تمام، ان شاء الله وربع نكون خالصين عشان يلي تعبوا. هلا هي البنت كمان عم تراجع بشكوى انقطاع طمس، عمرها 15 سنة، نفس الحكي، شو راح تسألوا؟ شو راح تعملوا؟ راح تقيموا شو اجتها قبل تمام البلوغ الجنسي والصفات يعني أول ما الجنسية. الدورة اجتها قبل لا ما جايتها بنوبة بهالمرة، حلو السؤال، مو جايتها قبل هالمرة. نفس التغذية، نفس الأسئلة عن التغذية ممتاز، نفس الأسئلة، ما في مشكلة بالتغذية، بتلعب بالمدرسة بفريق التنس، ما عندها أي مشاكل دراسية، أمورها بخير، يعني ما عندها تخلف عقلي، ما عندها شيء، ما لها لسه نشط. إخواتها كمان كلهم أبلغوا بسن بين 12 و 13، حلو ممتاز. شفنا الأشعار، لقينا الأشعار كتير خفيفة عندها بالإبط والعانة، كتير الأشعار خفيفة، السدي تنر 5. شو بدنا نعمل الفحص السريري؟ فحص مهبلي، لقينا مهبل أعور مثل هني، والأعضاء التناسلية الظاهرة سوية. ايه ما عندنا الأشعار متناسبة مع ايه، شو بنعمل؟ ايكو مشان نشوف اذا في خصيات او شيء. اندروجينات شباب دم حساسية الاندروجين هيك فورا عدم حساسية. طب شلون عرفتوا؟ قال نحن عملنا مس مشرك بالجنس ماشي، وتحسسنا وجود مبايض.
بس يعني تمام ممتاز هذا الحكي، أو خلص بلا ما نحكيها بهالطريقة. عملنا انسوا آخر جملة لأنه مو شرط دائما تزبط هلا بالكل شكلكم. خلاص بالإيكو ما في شيء، الأعضاء كلها غائبة، لا رحم ولا عنق ولا مبيض. هلا ليش أنا قلت لكم أوقات إنه مثلا إذا مثلا الفحص ما كتير كان بمهارة، ممكن الواحد يفكر حاله الخصية اللي جسها هي مبيض، صح؟ حكي يكون هي متلازمة التأنس الخصوي. فالفكرة بس أنا ليش حطيت هاي الحالة؟ مشان بس فرق عن الشذوذ المولاري. هون الأشعار غير متطورة، اثنيناتهم الثدي متطور، تمام؟ بس هون الأشعار الجنسية غير متطورة. ليش؟ ليش هون الثدي ما في حساسية عند الأندروجين تمام؟ لأنه خصوي. تمام، ما في حساسية للأندروجينات، والأشعار هي معتمدة على الأندروجينات، الأشعار بهالمناطق. حلو. طب شلون صار في ثدي هون؟ طالما هو ذكر صيغته إكس. عم تتحول لأستروجين، ممتاز، من السبب ما بحلم التحول المحيطي. أندروجين، حطوا ببالكم، هو الف الكميات تمام، الكبيرة من الأندروجين عم تتحول لأستروجين يعني عليكي، محيطية. يعني عليكي الكميات الكبيرة من الأندروجينات تحولت لاستروجينات محيطيا، فكانت كافية لحتى تنمي لي أشعار، أو تنمي لي عفوا الثدي. تمام، فمعناتها لأن هون الثدي أنا بيوصل لتنر 5 تنر خمسة إيه بيصل بكل بهاي الرياح، الحالة. بيصل لتنر خمسة إيه. وحتى إذا بتتذكر الدكتورة زينب بتقولكم هايبر فيمينوسز مدري شو، إنه بيكون في كتير أنوثة بسبب الاستروجين العالي. فالفرق بينك وبين الذكر بالمنظر هو بس التستوستيرون، حتى لو كان صيغة اكس واي اذا ما اشتغل كله على الفاضي. فمعناتها مشان هيك يعني رح تلاحظ غياب الاعضاء شو الانثوية ووجود الخصة. هي الخصة بنتركها بما انه ما لها طعمة ولا شو بنعمل فيها. شيلهم مشان تتسرطن، تمام، ليش شيلهم بتتسرطن؟ مشان خلاص يعني ليش بتتسرطن وعند ال يعني الحرارة غير مناسبة. ممتاز، لأنه عم تتعرض لحرارة عالية، والحرارة أهم عوامل خطورة سرطان الخصية. تمام، عشان هيك الخصية الهاجرة تحمل نفس، يعني تحمل خطورة لنفس السبب، إنه أنا التعرض للحرارة. حلو هذا الحكي، بنعمل كاريوتايب وبنلاقي الصيغة إكس واي. شو الحل؟ شو التدبير هون؟ رقم واحد قبل الحياة الجنسية، كمل حياتك رقم كأنثى، واحد الدعم النفسي، تمام؟ كمل حياتك كأنثى، بنعطي بنعوض صح، هرمونات. بتكمل حياتك كأنثى، تمام. أهم شيء الدعم النفسي، وممكن تكمل مثل ما قلتوا تصنيع مهبل وإلى آخره والقصة. طيب هلا إن شاء الله خالصين، حأعطيكم بعض أسئلة الوطني اللي جاي، الوطني ها، عشان تشوفوا إنه الموضوع ما بيخوف. اللهم صل على النبي، في هاد كان جاي. امرأة 25 سنة، انقطاع طمث ثانوي، ارتفاع برولاكتين 20، هذا اللي قلنا عليه تبع الشدة النفسية، تمام. حطيكم بالخيارات انه عدم انسقاب غشاء البكارة وقصور درق ومدري شو، يعني ببساطة بنستبعده. هل هذا السؤال كل ما يلي من اسباب انقطاع الطمث الثانوي، عدم سوء تصنع مولار، قصور مبيضي باكر، الحمل، بي سي او؟ تمام، اول واحد. اسباب انقطاع الطمث البدئي أول عدا، تمام صح، اسباب انقطاع الطمث البدئي عدا، حجاب مهبلي لمستعرض، رتق البكارة، اشيرمان، عدم تصنع المهبل، وتورنا. اشيرمان، ممتاز، كل هيك الاسئله عم تجي. جايبين هذا السؤال انه يعني بالانجليزي معزمين حالهم مريضه شخصت باشيرمان عندها واحد من ما يلي، صح: يوترين بليدينج، امينوريا، ديسمينوريا، بوليمينوريا. أمينورية، تمام. فمعناتها الأسئلة كتير عم تجي بسيطة بالوطني. نحن هلأ كل حكينا للحياة العملية، خلينا نقول تمام بالوطني بالفحص ما تخافوا أبدا، حتى لا يعني دفعت هلأ الخامسة اللي هلأ ما تخافوا منهم، كانت الأسئلة كتير بسيطة، أسئلة انقطاع الطمث، رغم إن نحن إنه تقررت علينا. نحن أسوأ دفعة بالتاريخ بالنسائية والتوليد، هي تقررت نصها وبالتوليد تقررت نصها، وأخذنا نص المادة درسناها لحالنا وقتها بكورونا. ورغم كل هالشي يعني ما كانوا يجيبوا بهي الدروس السابقة، ما بيجيبوا لكم هالمعلومات. أصعب من هذا الحكي اللي حكيناه هلأ ما في، يعني أصعب من هيك، خاصة قصة انقطاع الطمث الثانوي اللي شفتوها.
غالبا السيناريوهات بتجي بهالطريقة هي اللي شفتوها، وانتو لحالكم من خلال بعض بعض المعلومات بالقصة، الأسئلة المنهجية اللي طرحتوها كلها كافية مع موجودات الفحص، وآخر شيء تحليل مخبري بسيط ممكن يكشف لي الحالة. تمام، الدرس مو صعب، بس لأنه محشي وفوق بعض البعض وما فيه خرائط ومخططات، يعني مشان هيك بفوت الشخص بالحيط. شوفوا ليلى، أي آخر شيء، هي من تورونتو الخوارزمية. لما أقول خوارزمية التشخيص شو يعني؟ يعني أنا بكون عم أبني تشخيصي على خطوات متتالية حسب شو موجودات كل مرحلة. هلا هذا المرجع كتير منسق، تورونتو ممكن تعتمدوا عليه يعني بالمراجعة هلا إذا حبيت، ولا أنا رح أبعت لكم كل شيء هيك بي دي اف صغير، بس يعني المحاضرة اللي عندكم بتكفي. شوفوا لنا هذا المخ، فمعناتها انا اول شيء بعد الفحص والقصة قالوا لكم استنتجت اذا انقطاع اولي ولا ثانوي. نقرا على اليمين، اذا ثانوي فورا رقم واحد بالمقاربة بالتا اتش سي جي رقم واحد. تمام، بنفي الحمل او باسبته لانه مثل ما انه هو اشيع سبب. اذا كان الحمل سلبي كمان بلجأ لمعايرة البرولاكتين. شوفوا البرولاكتين اذا فوق 100 فكر اني اعمل طبقي للدماغ. تمام، مو هذاك اليوم في وحده بعثت لي تحليل قالت طلع عندها برولاكتين 25، قلت لها اذا توترت شوي من الابره بيرتفع لهالرقم. عم تقول لي انه بدها تعمل رنين نخامه، اكيد ما في داعي اعمل رنين او سي تي الا اذا كانت شو كان الارتفاع مهم. تمام، ممكن اعمل تي اس اتش لتحري قصور الدرق، خاصه قصور البدئي. تعرفوا انه التي ار اتش بحفز يعني انه يزيد البرولاكتين، يعني طبعا اذا كانت القصه مو موجهه. هلا اذا كان البرولاكتين طبيعي اعملوا شو اختبار السحب. تمام، اختبار السحب اذا ما صار فيه نزف عم يقولوا لكم قصور مبيضي باكر افات بالرحم مثل مين مثل الاشيرمان، هي اهم وحده. اذا صار فيه نزف كمان بشوف نسبه ال اتش اف اس اتش مثل ما قلتوا لي، اذا عاليه او مضطربه بفكر بالبي سي او، واذا طبيعيه او نازله حاطين لكم يعني تتم بالاستقصاءات بفكر ب قصة بقى التمارين والأمراض الجهازية والشدة النفسية أو الشدة النفسية والقصص. هلا إذا كان انقطاع بدئي بشوف الصفات الثانوية الجنسية مثل ما اشتغلنا. تمام، ممكن هلا بقى أنا إذا لقيت في صفات ثانوية أنثوية مثل ما شفتوا مثل هي اللي عندها ثدي تبع التأنس بنعمل. تمام، اكس واي خلاص شخصنا، اكس اكس نتحرى بقى هدول الاضطرابات. بس هلا انا اكيد ما في داعي اني يعني رتق غشاء البكاره اذا كان لاول مره، فعلا قد يكون صعب تشخيصه، بس يعني بالفحص انا بوفر على الاهل 100,000 ليره كاريوتايب. تمام، عرفتوا كيف يعني احنا هون على مستوى كعنا بالبلد، حاولوا انه تفكروا شو بالاستقصاءات الارخص. فانا مو معقول اعمل كاريوتايب بعدين اقول له والله هي طلع رتق غشاء بكاره، لا اكيد بفحص بحاول هدول الاربع تشخيص اني بالايكو بالفحص السريري يدبره. تمام، بس انه انا حاطين لكم كشكل شو اكاديمي بس. اما اذا كانت الصفات غير موجوده عم يقولوا لكم فكروا بقصه عسر تصنع الاقنات، في شيء اسمه عسر تصنع اقنات معزول حتى، يعني مو بس مو بسياق تورنر هيك لحاله، حتى موجود عندكم المحاضره. بيكون عندي طبعا ارتفاع بالحاسات النخامية كدلالة انه انا ما في عندي شو اقناد لحتى تفرز استروجين وتصبت. في شي مشكلة؟ حدا عنده شي سؤال؟ يعني هو هذا للمقاربة المخبرية هذا المخطط، بس نحنا مثل ما قلنا موجوداتنا الاساسية مبنية على الفحص وموجوداته. تمام الامور، اذا حدا عنده اي ملاحظة يبعث لي. تمام، سواء يعني انتقادات او ملاحظات او شيء. ان شاء الله في مين طلب الحمل الهاجر، وشو كمان نسيت والله شو الثالثة، الاندوميتريوز. ان شاء الله يعني باذن الله بنعمل عليهم جلسة. يعطيكم العافية.